مع بدء فعاليات مهرجان جرش الغنائي، يتساءل غالبية الأردنيين عن المكاسب التي ستجنيها الحكومة من صرف أموال طائلة على هذا المهرجان الذي يخالف ديننا وعاداتنا العربية الأصيلة، في وقت يعاني منه المواطن من ضنك العيش وصعوبة في تأمين متطلبات يومهم وسط إقليم ملتهب تمر به الدول العربية والإسلامية المجاورة. بعيدا عن الدين والعادات والتقاليد، حال لسان المواطن الأردني بين مؤيد ومعارض كانت الأغلبية تعارض وبشدة من إقامة هذا المهرجان الذي ينفي قيم المودة والرحمة لما يحمله الأردنيون لأشقائهم العرب الذين يواصلون الليل بالنهار تحت أصوات الصواريخ والقنابل وسفك لدمائهم. المنطقة كلها واقعة في خلافات، والإنسان عمال بيعاني من الألم اللي بتعاني منه الشعوب العربية والإسلامية. فإقامة حفلات ومناسبات للأفراح غير مجدي في هذه الأيام. طبعا لأنه ما بيأثر، هذا ما له في فاض، وخلي يا عمي مدام الظروف هاي خلي الناس تنفس عن حالها، بعدين هذا بشجع السياحة، احنا ما عندنا لا موارد ولا شيء، بس قاعدين للانتقادات. يعني ما في داعي الآن، نتوقع الوضع الإقليمي والوضع الحالي والوضع الاقتصادي يعني ما بيسمح، يعني في عندنا بسوريا مأساة كبيرة والوضع كله لا يسمح أصلا يعني، وهذا المهرجان أثبت فشله يعني على مدار السنين سواء ماليا واقتصاديا وغيره، فبعتقد أنه ما في داعي لهذا الموضوع كله أصلا. يعني المسلمين يعني كلاتهم بهم ونكد، وهذا فيش فرحة على القلوب، كلات قلوبنا مطفية. والله المهرجان ما مشجع مهرجان جرش. ضروري ضروري ضروري، احنا بلد ثقافية ومفروض يكون دائما عندنا مهرجانات، وبلد مستقرة في امان المفروض يكون دائما عندنا احتفالات في هذه المناسبة. والله ما بزير، والله احنا بدل نعلق قلوبنا بالله ونتبع طريق الله، بنروح نغني وهذا على اللي بيصير. يعني الواحد فيش له نفس، زي ما تفضل اخونا فيش له نفس يغني ولا. انا ضد هذا القرار وضد المهرجان بكامل اصنافه وكامل انواعه. يعني في امور يعني فيها اختلال بالدين، وانا بشجع الامور الدينيه، احنا الان بامس الحاجه انه نتمسك بالدين لو قليل القليل. انا والله ما بعرف كيف هذا المهرجان بنقام بهيك وضع، يعني احنا يعني منطقه طوفان شيء بيغلي غالي، الناس بتغلي غالي، والله ما بعرف مين اللي بيروح برقص غاضي. انا اللي برقص غاضي والله ما بعرف مين هني، هذول الناس اللي مسخمه تطلع على وجوه، هذول وجه ناس يعني بدها تنبسط. والله يا خالي مهرجان جرش والله صار بدون مؤاخذه ما يرضي الله ولا يرضي اللي الستر العشائر والحمائل هذه كلها، والله انا ضده. والله اذا جيت الصح هو مو صحيح، يعني انا واحد من الناس انا قناعتي يتمسكوا بدينهم اكثر، لان هذا احنا بوضع الحمد لله اول شيء، ولكن العالم يعني زي ما انت شايف يعني اجماليا. قامت مهرجان جرش الغنائي في الوقت الذي تمر به الأمة من جراحات نازفة بحجة الترويج السياحي، ودون أن نغفل عن الحالة المادية المريرة التي يعاني منها غالبية الشعب الأردني، يعكس مدى الاستهتار الحكومي بمثل هذه القضايا الملحة والهامة.